قابلية المؤسسين وفريق التأسيس إنه يستمع للنصائح، إنه يجيب الإرشاد والنصح عن طريق المنتورشيب من ناس مجربين، لأنه اللي مجرب بسهولة يعني ممكن يطلع. أنا هلا بتجربتي الخاصة الشخصية في كتير مواقف بطلع عليها لما بساعد الشركات اللي بنستثمر فيها، بعرف فورا من أول نظرة إنه شو راح يصير، يعني بعد شهر راح يصير هيك، بعد ستة شهر راح يصير هيك، بعد سنة راح يصير هيك. في مثلا كتير رياديين ما بردش عليه، أقول لك أوكي سمعت رأيك بس أنت غلطان، وطبعا برجع فعلا بعد أشهر بقول لك لا كان معك حق، ولو مشينا بهاي النصيحة كانت فلينا كذا كذا كذا. بالنسبة للشركات الناشئة، هاي الشركات الجديدة، الوقت والكاش الفلوس إلها تأثير عالي جدا، بيختلف كتير عن تأثير الاستخدام الفلوس أو الكاش والوقت لشركات كبيرة. الشركات الكبيرة ممكن تعمل خطأ خطأين تضيع وقت وإنه ترجع وتريكفر يعني وتستمر. الشركات الصغيرة عادة هاي الأخطاء ممكن بسهولة تقتلها، يعني يكون عندك تمويل لفترة محدودة، وبهذه الفترة أنت عملت غلطة، تمويلك لعدت لنفذ لست أشهر والغلطة كلفتك أربعة أشهر، خلص راح. اللي أسوأ من هيك تمويلك الأربعة أشهر والغلطة كلفتك أربعة أشهر، انتهى ما في فرصة تانية. فهذه الواحد ممكن يتفاداها. وفي عندنا دراسات بتورجي إنه اللي بياخد منتورشيب واللي بيسمع للنصائح مرشدين كانوا مجربين من قبل، نسبة نجاحه تضاعف من 3 أضعاف لـ5 أضعاف. الشيء الثالث لازم يفكروا فيه هو الأمور المالية، إنه لازم يكون في، لازم يشتغلوا مع محاسب، لازم يفهموا إيش الفاينانسز في الشركة. كثير شركات ما بتهتم لهالشيء، ما حتى ما بيكون عندها علم إيش مصروفاتها الحقيقية، إيش تكاليفها الحقيقية، وبالنهاية بيكتشفوا بعد سنة سنتين إنه والله عم يضيعوا كل جهودهم على أمور غير مجدية تجاريا. فهاي الأشياء سهل كثير الواحد إنه يضيع فيها، والواحد يكون مركز تركيز كامل عن إيش التجربة اللي بمر فيها المستخدم أو العميل، وإيش الخيارات الثانية اللي عند هذا العميل، يكون واقعي في نظرته إلها، يفهم السوق إنه في عندي منافسين، ما يتخبى وراء إنه هذا المنافس ضعيف وهذا مش فاهم، يشوفها على واقعها ويعرف إنه لما الوضع تغير لازم نغير البزنس بلان، لازم نغير البرودكت حتى نتفادى وجودنا في سوق اللي نسميه إحنا كوموديتي، اللي هو اللي بيعطيه المنافس نفس اللي أنت بتعطيه، فبصير العملية مجرد حرب أسعار، الأسعار بتنزل وبتنزل وبتنزل، 2 أو 3 بيحرقوا السوق وما حدا بيستفيد.